أهلا وسهلا بكم من جديد. وواحدة من فقراتنا اللي بنحرص عليها دائما الرياضة والقراءات السريعة لما يدور حول الرياضة في السودان، وكمان نتعرف من خلال على الهلال والمريخ والساحة الرياضية عموما. سعداء جدا أن يكون ضيفنا هذا الصباح أستاذ عمار طلولودي، رئيس تحرير موقع سودان فوق. أهلا وسهلا بكم، صباح الخير عليك. الله يخليكم، صباح الخير عليكم كلكم، وأنا سعيد بأول إطلالة ممكن تكون بعد بعد التجديد يعني. أيوة إن شاء الله بعد معاودة الشروق للبسمة الجديد. أهلا بك، تحياتي لكل المشاهدين. تحياتنا لك، وأهم الأحداث والقضايا الرياضية اليوم حنتابعها معاك حبابكم. خلينا نبدأها دايما بالهلال في ثاني تجاربه الإعدادية أمام عزام الترابي. نعم، الهلال اليوم لاعب مع عزام تنزانيا، يمكن دي المباراة الثانية في المعسكر بتاعه الإعدادي. الهلال بدأ معسكر إعدادي في فترة يمكن انتقل إلى تنزانيا يوم 17 يناير ومواصل إعداده هناك وكذا. لكن الإعداد بتاع الهلال أول يعني قبل المباراة كان دائما بيكون في إشكالية، يعني بمعنى الهلال لما سافر تنزانيا ما كان ضم محترفين الجدد. نعم، الهلال لما سافر تنزانيا ما كان لعيبة المنتخب الوطني اللي هم جايين من الجزائر جو وصلوا تنزانيا، فكان في مشكلة في الإعداد، يعني إعداد الهلال مرة بمراحل. فأنا بقول إنه أصل الآن تمت إضافة المحترفين، نعم، والناس كلها ممكن تكون سافرت مشهد تنزانيا، بالإضافة للاعبين بتاع المنتخب الوطني هم وصلوا تنزانيا قبل كم يوم وشاركوا في التمارين الإعدادية التي تسبق هذه المباراة. أيا كان شكل المباراة الإعدادية أنا أفتكر إنها فيها فائدة للمدرب في إنه يقف على حقيقة بغض النظر عن إنه هو كسب ولا خسر ولا كذا، لأنه المباراة الإعدادية الحاجة الأساسية فيها بأنك أنت تعمل تجارب وتستفيد من اللاعبين بتاعك، تشوف مدى إمكانياتهم ومهاراتهم وكذا، عشان أنت مقبل أصلا على بطولة أفريقية كبيرة. صحيح، جدا في دوري المجموعات، وأول مباراة لك مع فريق صن داونز جنوب أفريقيا. إذا تكلمنا عن دوري الأبطال أيضا كمان نشوف دار السلام، هل يمكن أن تقود الهلال بعيدا في دوري الأبطال في هذا الموسم تحديدا؟ نعم نعم، أنا أفتكر أنه يعني مثلا انا بجيب، انا دائما بجاوب على السؤال بحاجه ثانيه، يعني بمعنى يعني الهلال اسلو لاحظت له في التسجيلات بتاعته كان متاخر شويه. نعم، وبمعنى اصح الاضافات بتاعته الاجنبيه ما تمت من الاول، يعني التسجيلات بدات يوم 16 وبتختتم بكره، فالهلال طيله الفتره دي ما كان بيسجل، يعني بدات التسجيلات قبل 3 ايام وانت ماشي، فده دلاله على انه الهلال مجتهد في انه يقدم تسجيلات نوعيه. التأخر ده يعني حاجة كويسة، التأخر في تاني يعني كان بيتابع في بطولة أمم أفريقيا للمحليين اللي كان مقام بالجزائر ونجح في أنه يقوم يجيب منها عشان يشوف أفضل يجيب منها أيوة ويجيب منها لعبين. نعم، يعني الهلال سجل أمس لعبين، واحد غاني وواحد سنغالي، وسجلهم لأنهم هم يعني برزوا في بطولة أمم أفريقيا للمحليين. نعم، فده أنا أفتكر أنه الهلال السنة دي برغم الكم الهائل من المحترفين الأجانب، يعني الهلال لو عملنا إحصائية كده بنلقى عدد المحترفين الأجانب الموجودين في الهلال الآن والمسجلين في كشوفاته قريبة 10 لعيبة. هل اكتملت التسجيلات بتنتهي بكرة، يعني يوم 31 هو آخر الليلة آخر يوم في التسجيلات، والليلة مع إنه هو آخر يوم في التسجيلات بالنسبة للهلال والمريخ أيضا في البطولة الأفريقية، هما بيحصل شنو بعد ما تنتهي التسجيلات أنت بترفع الكشف بتاع اللاعبين بترفعه للاتحاد الأفريقي، فده بيكون معتمد لدى كافي البطولات بتاعت الاتحاد الافريقي في المجموعات الفتره الجايه. نعم، فبتكون هي المشكله في انه يعني انا قاعد اقول لهم المشكله في انه تزامن نهايه تسجيلات السودان مع نهايه المهله الممنوحه من الكاف انك ترفع كشفك. فالليله ده يوم بيكون فيه ضغط شديد جدا على الهلال تحديدا، ليه؟ لانه المريخ اصلا جاب 4 محترفين برازيليين سجلهم كون من زمان ناس من القصة دي، بقى ما عنده أي إضافات بالنسبة لهم، افتكر ممكن يكون الليلة ممكن يكون من الصباح رفعوا كشفهم مع فريق خلاص بالنسبة لهم، لكن الهلال لا عنده ملاوة لسه، بمعنى يعني عنده محترفين سجلهم وفي لسه محترف الليلة ولا الليلة حيسجل، وعنده لاعبين 2 احتياطي ولا يعني لا ديل موجودين بهوية يعني في التصنيف بتاعهم إنه هم أجانب. فعلى حسب الكلام والمعلومات اللي عندنا بانهم هم زي طلعوا لهم جنسيه سودانيه، او بمعنى اصح اصبحوا مجنسين. فديل التصنيف بتاعهم ده لابد انه يتحول في السيستم بتاع السودان، السيستم بتاع الاتحاد العام السوداني. وده ما بيتحول الا باوراق،
وبعد ذاك يتحول للسيستم بتاع الفيفا، يبقى لسه وبعد ذاك يجي راجع ثاني ايش ما يرسلوا السيستم بتاع الكاف. الموضوع ده انا الليله افتكر انه الهلال او هيتحسب الليله الموضوع ده أيوه. لازم ما عندك حل انت 12 بالليل خلاص ده السيستم قفل، عندك شنو ما عندك حاجه ثانيه. خلينا ننتقل للاستاذ عمر تلودي لتعادل المريخ. نعم. اللي هو في اولى تجاربه الاعداديه امام الانديه المصري. انا افتكر انه واحده من المشاكل الرئيسيه بتاعت المريخ انه اختار العكس في الهلال، اختار معسكر في مصر. المعسكر في مصر الدوري شغال، يعني الدوري شغال وكذا وكل التفاصيل. افتكر انه مجازفه في انه دائما لما يكون الدوري شغال الانديه بتلعب معك بالصف الثاني. نعم. يعني دي واحده من المشاكل، لكن ايا كان شكل الحكايه انا افتكر انها فيها فائده بالنسبه لريكاردو. يعني اسامس لو ما التجربة الإعدادية دي ما كان بيقدر يشارك الأربع لعيبة البرازيليين اللي هو سجلهم. نعم. فبالتالي شركهم وقف على مستواه. حتى الجمهور ذاته بدأ يحس والله إنه اللاعب البرازيلي ده كويس واللاعب البرازيلي ده ما كويس وده ما كويس وده كويس وكذا وهكذا. فبقى في فائدة من التجربة الإعدادية أيا كان شكله. أفتكر إنه هلال والمريخ بيستفيدوا من معسكر أيا كان شكله بيكون فيه فائدة، الفائدة في إنك أنت تأقلم اللعيبة الجدد مع اللعيبة القدام وتكشف إمكانيات ومهارات اللاعبين الجدد. برضه كمان المريخ كان واللعب في افريقيا في ليبيا بعد ما اقترب من اللعب في الجوهر الزرقاء، شنو الحدث بعد ذلك؟ والله شوفي انا قاعد اقول دائما والغادنا لكل الاشكاليات دي شنو التعصب الرياضي. يعني احنا عندنا استاد الهلال، استاد جاهز، جوهر زرقاء مجاز من قبل الاتحاد الافريقي وكذا. انا خليني اسهب شويه في الموضوع ده تحديدا لانه فيه مشكله. المشكله في انه الاتحاد الافريقي اصلا بيجيز الملاعب للمباريات الدوليه الافريقيه والتصفيات امم افريقيا لكاس العالم. طيب الاتحاد الافريقي بيرسل مندوب كل فتره يتابع بيتابع اللي هو مسؤول بيسموه مسؤول التراخيص في الاتحاد الافريقي، هو تنزاني اسمه محمد سيدات. فبيجي وبيعاين. اخر مره جاء واجاز الهلال كان في بين الهلال والمريخ، الهلال داير يلعب في الاستاد بتاعه براه وما داري شركة المريخ. اعطاه موافقه، بعد ذاك جات مباراه حصل الجدل في انه أيوه. وافق وما وافق. لا وافق في الاول رسميا وسلم مكاتبه، والمريخ سلم القروش لنادي الهلال بتاع اجره الملعب واجره التفاصيل وكل الحاجات. لكن بعد ذاك الحصل شنو؟ بعد ذاك جات هلال المريخ اللي هي كان يوم في اخر السنه اللي فاتت دي. جات هلال المريخ حصل تكسير لبعض الكراسي. دي دفعت مجلس إدارة الهلال للتراجع عن القرار. بقى بعد ذاك الاتحاد السوداني عايز الهلال والمريخ يلعبوا هنا. وجمهور المريخ عايز المريخ يلعب هنا. والهلال رافض. قام عمل مبادرة أطلقها رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم دكتور معتصم جحفر اسمها معا من أجل الوطن. نعم. وجاء فيها عدد من اعضاء مجلس المريخ وعدد من اعضاء مجلس الهلال ودخل الوزيره وقصه وبتاع. ثاني تمت الموافقه. عشان تمشي عشان تتم الموافقه، لكن ما تمت الموافقه. رغم ان عنده كله، انا دار اقوله نعم بانه اشكاليتنا كلها نحن في جمهورنا وفي التعصب. صحيح. يعني مثلا بتقوم بتنزل خبر كده في الصحافه تقول والله يا اخي الهلال يخترب من انه يمنح المريخ الموافقه، تلقى رده فعل كبيره جدا وكده وبتاع. هجوم ما طبيعي من فبالتالي ايوه فبالتالي دي مشكله اساسيه الناس ما قادره يعني كده. يعني انا بشوف انه جمهور الهلال لو كان سمح لجمهور المريخ بانه يلعب في استاده وكده، المساله دي يعني تقديرات من ناحيه وطنيه من ناحيه من اي تفاصيل ثانيه. لكن لا دي دفعت الهلال دي دفعت المريخ بانه يمشي يشوف ملعب اخر بديل بالنسبه له وكده. خلينا نشوف نحن ذاتنا المحترفين الاجانب وسيطرتهم على تشكيلة إفريقية وتشكيلة تمت الآن في الهلال ولا في الهلال والمريخ. كويس. أنا أفتكر إنه السيطرة في التشكيلة الأجنبية في الهلال أكثر. يعني الهلال زي ما تفضلت قلت لك قبل شوية، قلت لك يا أخي عدد المحترفين الأجانب فيه يمكن قرابة العشرة. ده إذا ضافوا زول الليلة ولا كده بيبقوا 11، فعدد كبير جدا. لكن أنا رؤيتي شنو؟ الإضافات دي ذاتها. أي أنا رؤيتي شنو؟ يعني أنا قاعد أقول لهم يا أخي أنت عشان تمشي تشيل بطولات عندك طريقين. اللي هم الطريق الأول في إنه يكون عندك أكاديمية متخصص. رياضية بترعى اللاعب ده من عمره الصغير وكذا وكذا لحد ما يبقى وينضم لك للتيم والأمور تمشي بالنسبة لك. أو أنت تجيب محترفين تجنسهم كده يكون عدد عندك كم كبير محترفين عشان تمشي بيهم بطولات أفريقية.
فما عندك حل غير الاثنين ديل، يعني يا اما ده يا اما ده. الاكاديميات دي بالنسبه لنا نحن ناسي، يعني هل في نادي ممكن يقوم يعمل له اكاديميه ويصبر على اللاعب الصغير ده لحد ما يبقى لاعب كبير وكده؟ ما عندنا صبر. فبالتالي الطريقه الثاني القصير شنو؟ انك انت تزيد عدد المحترفين الاجانب. تزيدهم كيف؟ ما الاتحاد الافريقي الاتحاد السوداني لكره القدم محدد لك، قال لك والله انت عندك 4 اجانب كويس. انت بتقوم بعد تقوم تشوف القصه بتاعت انك انت تجنس لاعبين تعملهم مجنسين والعدد يبقى كبير. يبقى بالتالي انا بفتكر انه اقصر طريق لانك انت كهلال ولا مريخ تشيل لك بطوله افريقيه، البطوله الافريقيه دي عشان تمشي لقدام تبقى زي صن داونز وزي الاهلي المصري وكذا وكذا بالطريقه دي. يعني صن داونز مثلا والاهلي المصري والرجاء والوداد وكل الفرق دي اللي عندهم اكاديميات صحيح، وبالتالي هم بكون بنلقى حتى اللعيبه صغار في السن، يعني أيوة. احنا دائما بنجيب الكبار جاهزين والكبار يعني سنة. لكن انا ما عندي حل غير انه انا اقوم اجيب اللعيبه بتاع الاكاديميات دي من دول ثانيه عشان اجيبهم عشان يجيبوا لي بطوله. فعشان كده دي الكثافه بتاعت التواجد الاجنبي في الهلال والمريخ. خلينا نشوف بعد التواجد الكثيف للمحترفين الاجانب، بعد سيطره المحترفين الاجانب على تشكيله القمه، هل ممكن يكسب المنتخب الوطني ام هل الوضع يزيد الطين بال... والله يا اخي ده سؤال انا كنت حاجاوبك عليه قبل ما تسالني. انا بفتكر انه دي مشكله كبيره جدا. نعم مشكله كبيره، لانه الليله انت مثلا لو عندك 10 محترفين في الهلال وعندك 8 محترفين في المريخ، يعني التشكيله الاساسيه في الهلال والمريخ 11 11، نعم 22، لو حسبنا ال 22 دي خصمناهم من ال 18 معناها عندنا 4 لعيبه وطنيين. نعم 4 لعيبه وطنيين احنا دايرين نشيلهم ونوديهم المنتخب الوطني بكل تاكيد، ما داير 2 3 دي في انه هذا المساله دي بتاثر تماما على الفريق الوطني. لكن بتبقى مشكله، يعني انا قاعد اقول لهم دائما بقول لهم هو الاتحاد السوداني مجتهد في انه يقوم يخلي منتخب ويمشي لقدام ويعمل له معسكرات ويعمل له كده ويعمل له كده ويعمل له كده؟ لا، الاتحاد السوداني الان مشغول بصراعات ثانيه، يعني ما عنده حاجه فاعله كده قاعد يعملها عشان ما تنجح له منتخبه. يعني لا دار يجيب له مدرب كويس، لا دار يعسكره في 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 يعسكره في حته كويسه، لا دار يجيب جهاز اداري للمنتخب بشكل كويس. يعني كل التفاصيل نحن عندنا مشكله الان ممكن تقودنا نحن للبطولات العالميه. يبقى بالتالي ما دام الزول الفوق ليك ده اصلا هو ما شغال او ما يعني ما بنقدر نقول ما شغال، لكن ما مخطط كويس، فبالتالي بيكون في مشكله في انك انت تقوم تنتظره يخطط كويس وانت تمشي. يعني انت بعد ده بتشوف نهجك انت ماشي بيه، اي هتمشي وخلاص، وتشوف بعد ذاك الثاني هو يصلح نهجه فيما بعد ولا كده ولا كده ترجع تنتظر. عشان كده احنا بنقعد كل سنين في ننتظر انه منو الحي يصحح النهج ومنو الحي يمشي صح، ومنو بنلقى نفسنا دائما في الخلف. مشكله كبيره جدا. يعني احنا هسه شفنا مشاركه المنتخب السوداني في بطوله الشان في الجزائر، يعني كان مشاركه من اضعف المشاركات للاسف. يعني نحن بالنسبه لنا في 2011 عشان نوريك انه نحن كل سنه بنتراجع، دي اللي انت قلتيها يا سيدي، نحن في 2011 في ذات البطوله دي جينا الثالث كان في السودان، وفي 2018 القريبه دي برضه جينا الثالث كنا في المغرب، واسي الان طلعنا من الدور الاول وجينا الطيش في المجموعه حقنا. لا حول ولا قوه الا بالله، يبقى كل مره احنا ماشيين عكس. لكن خلينا استاذ عمار تلود نشوف قراءتك في التصريحات الصحفية لمدرب الهلال فلوران وثقته في الجهاد بعيدا هذا الموسم في مجموعة الأبطال. هو شوفي أنا استمعت له، يعني فلوران شايل طبع الفرنسيين الهدوء وقلة الكلام وفي نفس الوقت الإنتاج. الإنتاج كيف كويس؟ يعني ممتاز. تمام دي هم معاك. يعني أنا أفتكر أنه هو قادر تماما في أنه يعني يفكر صح. يعني انا اسر عاجبني فيه شنو؟ هو بحدد اللاعب، يقول والله في اللاعب الفلاني، اللاعب الفلاني ده هو بعد ذاك بيقوم بيديه لمجلس الاداره. ايوه مجلس الاداره هو اللي بيفاوض اللاعب، لانه مجلس الاداره في النهايه عنده امكانيات وعنده سقف. يعني انا اسر للهلال ما ممكن يجيب له لاعب ب 3 مليون دولار مثلا، لكن والله الا بعد ذاك يقوم يقولوا له والله نحن اللاعب ده ما نقدر نجيبه لانه اللاعب ده ب 200 الف دولار، نحن دارين لنا لاعب يكون ب 150 الف بغير طوال وكذا. الحاجة الثانية وملاحظة ممكن تكون أساسية بالنسبة لي في إنه الواحد يحس إنه في فوران، أول حاجة متمسك بفريقه، يعني قدر ما جات عروض من أندية ثانية هو كان رافض تماما، وكان متمسك. بيقول بإنه أنا عندي عقد مع الهلال وكذا، وأكد تماما العقد بتاعه مع الهلال فيه شرط جزائي. يعني كان ممكن يلزم النادي اللي هو ماشي له ده يدفع شرط جزائي وكذا، لكن دائما كان بيقول أنا عندي خطة. والخطة بتاعته ماشية، يعني لو لاحظنا مثلا
انا بضرب امثله دائما بالحاجه، الهلال ده كان عنده مشكله في الدفاع. نعم. وكان كل الجماهير وكده بتشكي من القصه دي وكده في مشكله في الدفاع. ففوران ده بعد فتره يمكن بسيطه جدا نجح في انه يقوم يعالج المشكله دي من خلال كده، وحتى كان وجهت له اسئله في الصحافه على المساله دي وكده وكده. فكان هو قام بيقول انه انا كمدرب اشوف الخلل وين واعالجه، حتى من خلال التوليف من خلال كده. لكن فوران عنده مشكله الان. مشكله في انه برضه ظهرت له الاصابات، يعني معترف هلال مثلا ده اللي كنت انا حاجيك اقول لك رقم الهدوء اللي هو انت بتتكلم عنه، انه هو في حال مرحله بتاعت هدوء، في حاله بتاعت هدوء تام. هو ما قلقان للاصابات الحاصله الان في ما قلقان، ما قلقان، لكن برضه بتاثر. يعني انا افتكر انت الليل لما تجيب لك لاعب يلعب معاك 4 أيام او 3 أيام ويجي اصابه في الرصرص، يعني خلاص خلاص بالنسبه لك حيغيب لك زي 6 أسابيع وكده. وده الشيء دفع فوران ذاته في انه يقول له يا اخي والله انت امشي حالك ما في مشكله بعد ما انت ما وجودك في المعسكر بقى ما عنده معنى. فبالاضافه لانه ارينك برضه الاصابه يعني الهلال فيه مشاكل بتاعت اصابات ظهرت بشكل كبير جدا، وهو غير غلق تماما لصلاح عادل يعني بالنسبه له. يعني انا افتكر انه انا تكلمت معه وقلت له يعني سالته عن الاصابه بتاع صلاح عادل، فهو كان قلق عليها جدا جدا لكن قال كم يعني ده اجابه واضحه انه هو بيفتكر بانه طالما الهلال ده فيه لعيبه فبالتالي مفترض يقوم يشيل واحد من اللعيبه الباقيين ديل يبقيهم بديل لصلاح عادل او بديل لاي لاعب. هو قادر انه يصنع من لعيبه لاعب في مكان مختلف صحيح وفي كده. هو واضح تماما انه زول بيعرف بيعمل في شنو وكده. زي ما قلت لك عنده هدوء، بعدين ما كثير الكلام الصحافه الرياضيه ولا كده يعني عشان تتكلم معه ولا عشان تستنطقه. نعم. دي مساله فيها صعوبه جدا. الحاجه الثانيه في الفه بينه وبين اللاعبين، ودي اهم حاجه. يعني اللعيبه بحبوه جدا وكده وبيعتبروه يعني بالنسبه لهم، وانا افتكر انه حاسم وجاد. يعني حاسم مثلا في التاريخ القريب مثلا بتاع المدربين الاجانب وكده، يعني مدرب قام سافر مشى كده في فتره بتاعت توقف الدوري وكده وقام جانا في مواعيده ما في. يعني انا بتذكر انه بس كنت بزعل عبد المهيمن مدير الكوره في الهلال عن انه المدرب مفترض يجي الليله صح وانت الليله عندكم تمرين، قال لي اي وكده. فالزول ده جا من المطار ومشى طوالي حضر التمرين الصباح خلاص الموضوع بالنسبه انتهى. فبقى التزام العقد بتاع الاحتراف، هو ذاته كمدرب محترف وكده. الحاجه اللي قاعد اقولها للناس دائما واحب اقولها هنا للمشاهدين الشروق وكده، انه الهلال لما جاب المدرب الكونغولي ده جابه من وين؟ جابه من فريق مغربي. الفريق المغربي ده اسمه شنو؟ اسمه نهضه بركان. بركان دي يعني حته هي في شمال المغرب وكده. البركان دي ما في يعني ما زي كازا مثلا الدار البيضاء ولا زي الرباط ولا كده ما معروفه او ما نعم. هي ليه برزت؟ لان هي المكان اللي ولد فيه رئيس الاتحاد المغربي اللي هو فوزي اللقجع. نعم. وهو كان راعي الفريق ده اللي هو اسمه نهضه بركان ده، وجاب المدرب ده. فهو تقيسي بانه ده رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم اللي هو خططه وفكروا وكده عشان ما المنتخب المغربي يصل في كاس العالم الحاجه اللي وصلها دي. يا سلام. فبالتالي هو خطط وبرضه لبلده الصغير ده عشان ما يجيب مدرب زي ده ويشيل به بطوله الكونفدراليه. دي واحده من الحاجات الكويسه جدا. لكن نعم. في عجاله خلينا نختم بانه نحن ليه تجميد نشاط اتحاد الخرطوم، هل كان مبيت النيه؟ والله يا اخي شوفي القضيه دي قضيه كبيره. نحن عندنا مشكله اساسيه في السودان، في انه عندنا نظام اساسي جديد في الاتحاد السوداني لكره القدم. النظام ده اجيز في 2017. طيب النظام ده بيحصل شنو؟ بقول لك والله يا اخي تاني ما في علاقه ما بين اي اتحاد رياضي ومفوضيه الشباب والرياضه. يعني زمان كان الاتحاد الرياضي بتاع كره القدم بيتبع لمفوضيه الشباب والرياضه، سواء كان في خرطوم يتبع لخرطوم، في الحصحيصه يتبع للحصحيصه وهكذا. نعم. لكن الوضع بقى يختلف، بقى في استغلاليه للاتحاد. طيب الاستغلاليه دي بتجي متين؟ لما الاتحاد المحلي الاتحاد العام اجاز نظامه الاساسي بواسطه الفيفا. اتحاد الخرطوم مفترض يجيز نظامه الاساسي بواسطه الجمعيه العموميه. نعم. فاجاز نظامه الاساسي بواسطه الجمعيه العموميه. في لغط بيقول لك والله الجمعيه العموميه دي مثلا النظام الاساسي مفترض يجيزه 2/3 الجمعيه العموميه. ما يعني ما عدد 50+1. هم بيقولوا انه الاتحاد الخرطوم النظام الاساسي بتاعه ما تمت اجازته ب2/3. فهي دي كانت مشكله اساسيه جدا، بالاضافه لانه نحن الان في الوسط الرياضي او على مستوى قياده الاتحاد السوداني عندنا صراع موجود وصراع معروف
ما بين المجموعة الحالية اللي هي حاكمة في الاتحاد السوداني لكرة القدم وما بين المجموعة اللي هي ما فازت في انتخابات. أستاذ مرواني بدون إن إحنا صراعنا ده حيكون دايم في الرياضة. أيوه. وحتكون في لسه الحاجات مستمرة. صحيح. لكن إحنا نتمنى إنه أنت تستمر معنا في تحليلنا للأحداث الرياضية إذا كانت الكورة، اللعيبة، التسجيلات اللي حتختتم اليوم. نشوفك إن شاء الله في صباحات مختلفة عبر إطلالتك لين اليوم في صباح الشروق. الله يخليك. شكرا 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 جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ عمار تلودي رئيس تحرير موقع سودان فوق، كنت معنا الآن حاضر من خلال مجريات الأحداث والقضايا الرياضية. شكرا جميلا، شكرا كثيرا كل الناس اللي رافقونا وتابعونا من خلال هذا الصباح. نلتقيكم إن شاء الله في صباح جديد ومختلف عبر شاشة الشروق، ودمتم في أمان الله.